شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية عبر الاتصال المرئي الإلكتروني في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية بشأن ليبيا برئاسة معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، وبمشاركة معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. قد وجه سعادة وزير الخارجية أمام الاجتماع كلمة أكد فيها أن الأوضاع في دولة ليبيا الشقيقة تبعث على الأسف والقلق، وتعكس حالة الانقسام التي يعيشها الوطن العربي وحالة الاستقطاب والصراع الإقليمي والدولي، الأمر الذي انعكس سلبا على ليبيا وشعبها الشقيق ودول الجوار والأمن القومي العربي والمنطقة بأسرها، خاصة في ظل استمرار تدفق الأسلحة والميليشيات المسلحة والمرتزقة إلى الأراضي الليبية، واستمرار التمويل المالي من بعض الدول والدعم الإعلامي الواضح، مما أدى إلى زيادة الانقسام بين أطراف الصراع في ليبيا. وجدد سعادة وزير الخارجية تأكيد مملكة البحرين على ضرورة الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها واستقرارها، وأكد سعادة وزير الخارجية دعم مملكة البحرين لمبادرة إعلان القاهرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لحل الأزمة الليبية. وقد تبنى مجلس جامعة الدول العربية قرارا أكد فيه الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا والتأكيد على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها بعيدا عن أي تدخلات خارجية. كما أكد القرار على أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، وأكد القرار على الدور المحوري والأساسي لدول جوار ليبيا، وشدد على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية أيا كان نوعها ومصدرها. وأعرب القرار عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل، ورحب المجلس بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار والرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة. إن مملكة البحرين تؤكد مجددا على ضرورة الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها واستقرارها، كما تؤكد المملكة على موقفها الثابت والداعم لكافة الجهود الرامية لإعادة بناء الدولة الليبية والتصدي لكل أشكال الإرهاب والتخلص من الجماعات الإرهابية بما يلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والتقدم والعيش في أمن واستقرار. وتجدد مملكة البحرين دعمها لمبادرة إعلان القاهرة، وتدعو جميع أطراف الصراع إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإلى التجاوب مع هذه المبادرة وتغليب الصالح الوطني ضمانا لوحدة وسلامة الأراضي الليبية، كما وتدعو الدول العربية إلى دعم المبادرة المصرية باعتبارها خارطة طريق لتأكيد التضامن العربي لإرساء السلام والوئام في ليبيا الشقيقة.